بعد ظهور المسيحية بفلسطين ابتهد الدين الجديد ينتشر حتى لحق الشمال أفريقيا في القرن الثاني. في هذا الوقت كان الرومان يسيطروا على المنطقة، ومعظم الناس كانوا يؤمنوا بعدة آلهة، وحتى الإمبراطور الرومي كان يعتبر شبه إله. سكان شمال أفريقيا الأمازيغ والفينيقيين أعجبتهم المسيحية بخطابها اللي كان يقول كل الناس سواسية أمام إله واحد، إما لاستعملوها لمحاربة الاستعمار الروماني اللي كان حاكرهم، ورفضوا حتى يركعوا للإمبراطور. غضبوا بزاف الرومان من هذا الشيء، وبدأوا يقتلوا في المسيحيين في كل أنحاء الإمبراطورية. وبعد عدة سنوات من العنف ما انقرضتش المسيحية، والحكام الرومانيين فهموا باللي خير عليهم يحبسوا محاربة هذا الدين. مالا في القرن الرابع الإمبراطور كونستانتين ادخل في المسيحية ورجح الدين الرسمي تاع روما. بصح السكان المظلومين ما عجبهمش الحال كي روما ولات تسيطر على دينهم بتأسيس الكنيسة. إما لنادوا مع زعيم ديني تبسي كان اسمه دوناتيوس ماغنوس. دوناتيوس ماغنوس خلق المذهب الدوناتي باش يحارب سيطرة الكنيسة الرومانية. وعودة نادت الحرب بين مسيحيين الكنيسة الرومانية والدوناتيين. هذا هو الوقت وين بان فيه القديس أوغوستان السوغهراسي اللي كان ضد الفتنة الدوناتية ويدافع على الكنيسة الرسمية. القديس أوغوستان كان حاكم كنيسة إيبون في عنابة. كان فيلسوف كبير متقف بزاف ويعرف يهضر. إما لأفكاره الدينية هما اللي مشاو فوقوا على المذهب الدوناتي بمساعدة القوى الرومانية. من هذا الوقت الكنيسة حكمت المذهب الديني تاع القديس أوغوستان واستعملت التفسير تاعه في أوروبا حتى القرن 13. ويعتبر القديس أوغوستان من أكبر العلماء المسيحيين. وكل ديانة تختلف على أختها. تزيدوا تعرفوا المزيد اللي يكون دايما مفيد، وإحنا خاربين في القديم بلا تفريطة في الجديد.